قديمة وعود ترنيمة وعود للرب المعبود برفع صلاة وتسبيح حمد وسجود ترنيمة وعود لإلهي الجود بطلب ملك المسيح على حياتي سود من فيض القلب عرفان وحب ترنيمة جديدة برنم للرب وغني لسيدي لحني وأناشيدي ورنم لإلهي ما دمت موجود ترنيمة وعود ترنيمة وعود ترنيمة وعود ترنيمة وعود بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. أعزائي المشاهدين برحب فيكم بحلقة جديدة من برنامجكم ترنيمة وعود، وفي هالحلقة رح أجاوب على سؤال وأرنم ترنيمة برضو سألت أرنمها ترنيمة سنين طويلة مضت. وزي ما أنتم عارفين تقريبا معظم ترنيم البرنامج بتكون ترنيم خاصة جديدة بتنسمع لأول مرة، باستثناء بعض الترنيمة اللي بتنطلب الناس حابة تتعلمها أو بتسأل كيف ترنمها الترنيمة. ترنيمة سنين طويلة مضت من الترنيم اللي محببة لقلبي كمان لكلامها قبل لحنها كمان، تقول سنين طويلة مضت والرب معتني بيا وفي كل يوم محمول على الأذرع الأبدية. مين منا مش حاسس بهالشعور اليوم وإحنا بنسمع هالكلام وإحنا بنراجع شريط ذكريات حياتنا؟ كم وكم وكم صنع الرب بحياتنا من خيرات وبركات وأتى بنا إلى هاي اللحظة اللي نقدم له فيها شكر وعبادة وسجود. كم مرة احتجنا وما خذلنا، كم مرة انتظرنا وما خذلنا، ولا رح يخذلك ولا رح يخذلك. زي ما أنتوا عارفين أكتر مني أخوي المشاهد أختي المشاهدة، تمسك فيه دايما وما تنسى تكون دايما حافظ للجميل ومليان بالعرفان مليان بالشكر، بتقول له يا رب أشكرك أحمد اسمك ومجدك للأشياء اللي عملتها بحياتي. إحنا لسه منذكر الأشياء اليومية، لو على عطية الخلاص أنا كافي أني أسجد على ركبي 24 ساعة شاكر ممتن وعابد لهذا الإله العظيم، فما بالك بركات اليومية المراحم كل صباح، باب الرحمة المفتوح لكل واحد فينا. نشكرك يا رب نعظم اسمك. كمل معنا بالبركة يا رب، أعطينا سنين جاي ولو يوم واحد جاي في حياتي يا رب يكون معاش إلك أنت، مخصص لتمجيدك، مكرس للشهادة عنك لكل الناس. أشكرك وعظمك ومجد اسمك يا من رعيت حياتي سنين وسنين وسنين طويلة مضت. تعالوا نسمع الترنيمة مع بعض. ترنيمة وعود معتني بيا وفي كل يوم محمول على الأذرع الأبدية. أشكرك سنين طويلة مضت والرب معتني بيا وفي كل يوم محمول على الأذرع الأبدية، ويسوع بيده ماسكني في مراعي الحب قايدني، ويسوع بيده ماسكني في مراعي الحب قايدني يسوع. ترجمة
الملوك يا يسوع، سيد الأسياد، نفوسنا في انتظار، تاخدنا للأمجاد، ملك الملوك يا يسوع، يا سيد الأسياد، نفوسنا في انتظار، تاخدنا للأمجاد، واتملى بك في عينيا يا يسوع يا غالي عليا، واتملى بك في عينيا يا يسوع يا غالي عليا يسوع. يسوع سباني في حبه والقلب بفرحات، وعد يجينا من مجده وتنتهي الأحزان. يسوع سباني في حبه والقلب بفرحات، وعد يجينا من مجده وتنتهي الأحزان، وتبقى السما كلها غالية، أعظم ما فيها فدية، تبقى السما كلها غالية، أعظم ما فيها فدية، تبقى السما كلها غالية، أعظم ما فيها فدية. سنين طويلة مضت والرب معتني بيا، وفي كل يوم محمول على الأذرع الأبدية. أشكرك أشكرك أشكرك. والسؤال اللي بنسأله دايما هو كيف منشكل بالجملة الموسيقية وكيف منحليها؟ مرات بتكون يمكن بالصوت أو بالآلة بتكون الجملة تكرر وتعاد، فأنت شو بتعمل عشان تحلي الجملة الموسيقية؟ في حالة الترنيمة هاي لو أخذنا سنين طويلة مضت المكتوبة على مقام النهواند، النهواند على درجة الري هون أو الدي، فالمقام الخطوة الأولى أنك تعرف الجملة اللحنية صح، تعلمها صح قبل ما تشكل فيها. لقيت أن لو بحاول أشكل في جملة وأنا مش حافظها صح بالأساس أو بلعبها صح، بتطلع معي جملة تانية يمكن تكون حلوة، لكن اللي بسمع بيقول أنت شو بتعزف، غيرت حلاوة اللحن كله يمكن. فحتى ما تصير هالشيء نحفظ الجملة صح، مثلا ناخد سنين طويلة مضت كمثال للتدريب. حفظت اللحن، بدي أشكل فيه مثلا، في احتمالات كتير، تعالوا نجرب بعض الاحتمالات مع بعض. الاحتمال اللي دايما بيسود على أنا بالنسبة إلي هو الإيقاعي، لأن العود آلة إيقاعية، فالإيقاع مقسوم، بتحس إنه مقسوم، عملت تشكيل في الإيقاع يعني أكتر.
أو بتغير الأكتف. قدرت أجاوب شوي على هالسؤال. وطبعا ما في إجابة واحدة وما في رأي واحد. الموسيقى بحر كبير، اسمع كتير وجرب كتير وحاول كتير، وما تبخل على الرب في أحسن إبداعاتك. نقدم الأفضل دايما للرب في كل شيء بنعمله. بصلي هالحلقة وكل حلقات البرنامج تكون بتفيدكم، ويكون فيها نوعا ما نصيحة ممكن عملية يستعملها الإنسان في تسبيحه وفي ترنيمه. بشكركم على كل الكومنتس، على كل الملاحظات والأسئلة اللي بنسأل فيها، وحتى النقد اللي بتعلم منه كتير على صفحات الفيسبوك اللي دائما بتواصل فيها معكم أو عبر الإيميل. بصلي إنه الرب يكون معكم دائما، ويكون يقود حياتكم ويرعاها، ويعطيكم سنين وسنين وسنين بركة، ويملي حياتكم ويبارككم سلام المسيح. ترنيمي وعود.